هذا يسأل يقول كيف نجمع بين الحديث إن الذي يأكل الحرام ويدعو في السفر ولا يستجاب له، وبين الآية إنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه حالة اضطرار، اللي في الآية حالة اضطرار خلاف الذي في السفر ما هو بحالة اضطرار، فليس بين الآية والحديث تعارض. هذا يسأل يقول هل هذا الحديث صحيح إن القرآن طرفه بيد الله وطرفه بيد القاري، وما معنى الحديث؟ أما سند الحديث أنا ما أدري عنه صحته، ما أدري عنها، لكن القرآن هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو حبل الله، هو حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وحبل الله فسر بأنه القرآن، فهو حبل الله، وجاء في الحديث أن القرآن حبل الله، إذا اعتصم به المسلم وتمسك به نجا، وإذا ضيعه هلك.